السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي الأعمال اليدوية باي سيما. فكرة اليوم هي فكرة كل يوم بدعاء. خديت طبعت أدعية في ورق عادي. اللي غنحتاجو هو أنني ناخذ هاد الورقات اللي طبعتهم بالألوان، نعاود نلصقهم على ورق يكون سميك شوية. بحال أنا اختاريت هاد الشكل هذا، تحتاجو أي ورقة ممكن تكون عادية لأن ما غيبانش الورقة اللي اللور. المهم الأساسي هو أن السمك ديالها تكون قاصحة. كي كتشوفوا غنلصقهم هكا بلاصق سائل، غنلصقوها و تزيين. نتوما غتقطعوا كيف بغيتوا، أنا عندي داك المقص هكا اللي فيه هاد الشكيلات درتهم هكا في الجناب باش يبان أكثر جمالية. قديتو بهذيك الطريقة، هانتوما كي تتشوفوا تنلصقوه بأوهو، كنضغطوا على الجوانب باش تلصق مزيان، و تناخدو اي جانب بان لنا بحال هكا ما ملصقش كنعاودو نلصقوه مزيان. الجوانب اللي عندي هنايا هما غنبينهم لكم، ها هما دايرين بحال هكا شكيلات. هو بهذا المقياس هذا في هذا التدريج هذا قطعتو هكذا. غنكمل الادعيه كلهم، وهاد الكلمات اللي هي دائما نستعملها في ذكر الله، استغفر الله، وكاينه اللهم اني اسالك رضاك واعوذ بك من سخطك، كاين بزاف. اختارت من بينهم هاد الاذكار. عندي هاد الشكل كنت صايبته بالورد هكا، نحط الادعيه كلهم في هاد الديكور هذا اللي صايبت. وعندي حامل لهاد لي كارت، هاد الحامل كان عندي قديم استعملته، غنستعمله خاصة لهاد الأدعية. والهدف منه هو أنني نحطه في مكان اللي هو باين في المنزل، يعني في ما نكون دايزة تشوف الدعاء أو الذكر أو أي شيء اختاريتوه وكتعاودوا تذكروه النهار كامل. غنختار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ان شاء الله في هاد العشر الاواخر هي اللي غنواظب عليها بزاف، نبقى نقولها. خير دعاء اللي ممكن ندعيو به هو اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. واسال الله العظيم ان يتقبل منكم ومنا سائر الاعمال ان شاء الله، وسائر الاعمال الصالحه وصيامنا. ويا ربي يعجبكم هذا الفيديو، هذا فكره بسيطه بغيت نشاركها معكم. ما تنسونيش بالضغط على الزر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فرجه ممتعه، والى عمل يدوي قادم ان شاء الله.